محكمة منتظرة في نيويورك تنظر في دور الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان في مساعدة إيران على تجاوز العقوبات الأمريكية، والتداعيات قد تكون خطيرة. المحكمة الاتحادية في نيويورك ستبدأ النظر في ملف بنك خلق التركي حول الاتهامات القديمة بمساعدة إيران بالتحايل على العقوبات الأمريكية منذ عام 2010. أمران أساسيان تحت المجهر في القضية: كيف كانت مساهمة البنك المفترضة في غسيل ونقل أموال لصالح إيران بأكثر من 20 مليار دولار؟ وما هو دور المسؤولين الأتراك لا سيما الرئيس أردوغان؟ الرجل أمضى عقوبته وعاد إلى تركيا بطلاً في عين أردوغان. مجلة دير شبيغل الألمانية قالت إن الرئيس التركي حفظ لأتيلا أنه لم يورط أبداً حكومته في القضية، وأنه واجه المحكمة الأمريكية بقوة. وقد كافأ أتيلا بتعيينه رئيساً لبورصة إسطنبول حيث يقيم اليوم، ويعد من الشخصية الأساسية في المشهد المالي التركي. هل كان التعيين بمثابة رشوة سياسية؟ هذا ما يعتقده معارضون لأردوغان، لكن بغض النظر عن مصير أتيلا، يخشى المراقبون في تركيا من تداعيات خطيرة لإدانة وتغريم بنك بحجم بنك خلق، ليس على مودعيه فقط، بل على الوضع المالي التركي المضطرب أساساً برمته.